طب نخش على فاكس اخر بقى. يلا. من فاكسات حضرتك فنان محبوبه، شكرا صاحبه اجمل السنس، اشكرك لعودتك ببرنامجك الجميل، شكرا، ارجو الا يكون مصير فاكسي هذا مثل ما حدث والله ابدا في باقي الفاكسات الاخرى، حيث انني ارغب بشده في توجيه سؤال للاستاذ النجم عزت العلي. اولا استاذ عزت، معروف صداقتك الوطيده جدا بالنجم الراحل عبد الحليم حافظ، لكننا لن نراك تتحدث عنه مره واحده في برنامج تلفزيون برغم من صداقتك، يعني رغم ان كثيرين لا يمتون له باي صله، ادعوا وقربهم منه وتاجروا كثيرا جدا به بعد وفاته، الا يستحق واجب الصداقه منك ان توضح لجمهوري وجمهورك اين الحقيقه؟ هل حقا كان عبد الحليم حافظ مرشحا لفيلم عوده الابن الضال؟ وما هي حقيقه خلافك معه على قصه لا فيلم لا؟ استاذ عزت بالله عليك احكي، فهذا حق التاريخ والزماله. امجد المانسترلي، مصري يعيش بتركيا. فعلا احنا كنا هنعمل فيلم مع بعض انا وهو اخراج يوسف شاهين اللي هو الابن الضال. ايوه سوا. نعم اخوات، احنا الاثنين اخوات. هو حضرتك عملته مع شكري استاذ شكري سرحان؟ لا ما عملتوش خالص. لا انا عملته اللي عمله استاذ شكري سرحان. ولا عبد الحليم عمل، يعني انا اعتذرت عنه عبد الحليم. طب الاستاذ عبد الحليم كان هيعمل دور مين؟ لا كانت قصه ثانيه خالص غير القصه اللي اتعمل، قصه ثانيه خالص. مش هي عودة كنت انا وهو؟ لا الاسم بس، كنت انا وهو وسعاد، مدام سعاد حسني وحضرتك واستاذ عبد الحليم. هلا وايه اسباب انكم ما نفذتوهاش؟ ما اسالي بقى، اسالي يوسف شهيد نفسه. لا 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 لازم نعرف منك يا استاذ عزت. لا والله عندي يوسف، والله انا ما اعرفش ليه هو ما عملهاش. ما حاجه للتاريخ لانه ده صديقك وبقول ما مات، والاخ اللي اتكلم في الفاكس ما عملتش. ما اقدرش اكذب واقول كلام يعني من عندي، لا ممكن تسالي الاستاذ يوسف شهيد ليه ما طلع، ليه ما كملش. طب عبد الحليم ما قالكش ايه السبب انه ما عملش الفيلم؟ عبد الحليم كان في حاله، في يعني الكلام ده كان 75 76، نعم يعني كان في مرحله العد التنازلي المرض تقريبا. لان انا كنت وقتها بعرض فيلم، بعرض مسرحيه اولادنا في لندن في اسكندريه معايا افندم. ايوه فاكره. وكنا كنت بروح له يعني في العجمي. ايوه. وكان في مرحله التعب عبد الحليم، فربما يكون اعتذر ليوسف، بس انا ما سالتوش والله. ما سالتوش؟ لان انا بعد ما كنت بزوره ونزلت القاهره عرفت ان هو اعتذر، وعرفت ان الاستاذ يوسف غير في السيناريو في الفيلم. بالظبط. برضه ما زلنا مع فاكساتك برضه، اسمح لي انا عشان ما ازعلش جمهورك اللي باعت فاكسات. انا اسف على الصوت. ما زلنا على فكره نسيت اقول انه في نقطه حضرتك ما ردتش عليها. هي ليه بترفض تتكلم عن عبد الحليم حافظ في برامج تلفزيونيه كتيره على الرغم من قرب الصداقه معلش لما يكون في مناسبه، يعني انا اقحم عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم حافظ عايز 10 ساعات الواحد يتكلم عليه. يعني ملوش لازمه الواحد يقحم يعني. لا بيقولوا بترفض تتحدث عنه. لا برفض ازاي؟ لا عبد الحليم كان انسان جميل جدا وفنان عظيم، ويعني محتاج وقت. طب هل كان في صداقه بينكم فعلا؟ طبعا طبعا، مش محتاجه متاجره بيها يعني. الله يرحمه ويحسن اليه يعني فنان. طب انا هسالك سؤال، يعني بما انك كنت قريب لي وصديق ايضا لفنانتنا الكبيره سعاد حسني، هل الكلام اللي ذكروه بعض الناس صحيح بخصوص علاقه زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني؟ ده نفي بالصوره من غير الصوت؟ يعني نفي قاطع يعني. لا طبعا نفي قاطع. لا لا طبعا لم يحدث. لا 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 لم يحدث. يعني الاستاذ كمال الطويل في مقوله من مقولاته قال انا شهدت على هذا الزواج. يجوز يجوز يعني ما عندها، ما فيش عند حضرتك معلومه؟ يجوز من ورانا يعني. يجوز يعلم الله سبحانه يعني. وتعالى يعلم الله يجوز. بس انا معلوماتي انا لا طبعا.
بس كل اللي بيقول انه حصل يجوز حصل، مش هقدر اكذب حد يعني، ما عنديش اليقين يعني، يعني انما اللي انا اعرفه انه لا، بس ما اقدرش اقول ده لا وده لا، ما اقدرش. هو الحقيقه يعني مش انا مش متذكره بالظبط هو قال انه شهد العقد عليه ولا انه هو متاكد انه تم الزواج، يعني انا مش متذكره برضه. انا اسالي تاني يعني، اساله تاني آه اجيبه تاني يجوز يجوز لغايه هنا. و طب سبب الخلاف بقى على فيلم لا ايه؟ مفيش خلاف على فيلم لا عبد الحليم، ده هو بعد ما مات الله يرحمه. نعم الكلام ده 83 اه، بعد ما مات الاستاذ احمد رشدي اللي كان هينتج الفيلم، ايوه هو اللي عرض عليا ان انا اعمل فيلم. اه لا مفيش في خلاف ابدا، مفيش في خلاف، لا 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 ابدا ابدا. انا ما كنتش هعمله، عبد الحليم عايش. اه اللي هو عبد الحليم اللي كان هيعمله. ايوه و و واحمد عمل له تستات. نعم اللي انت شفتيها في ال وبيغني في المسرح وهو بيجري معاه مع احمد وهو ماشي، وهو ماشي في الشانزليزيه لا ده كانت تستات للفيلم، للفيلم اه. احمد رشدي ضمهم في وعمل فيلم اسمه رحله الوداع افتكر او أيوه. حاجه زي كده أيوه. دي كانت تستات للفيلم. بعد ما مات الله يرحمه قاعد من 77، عبد الحليم توفى 77 نعم لغايه 83 واحنا اصحاب انا واحمد رشدي من سنه 70 نعم، واخد بالك؟ لما عرض عليا وانا في الجزائر ان احنا نعمل الفيلم اه، ما كانش في خلاف بيني وبين عبد الحليم على لا ابدا ابدا لا لا لا. ساعة صفا